بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يوم الجمعة لثنتي عشرة من ربيع الأول، الثاني عشر من ربيع الأول. وفي صحيح مسلم كالبخاري في الصلاة أنه أقام في قباء قبل أن يدخل المدينة 14 ليلة، وأسس في قباء المسجد المعروف بمسجد قباء، ثم رحل إلى المدينة وأمر ببناء المسجد بالمدينة. فقال: يا بني النجار، وهم أخواله صلى الله عليه وسلم، ثامنوني أي بايعوني بالثمن. ونزل أولا في قباء، أقام هذه المدة في قباء وأقام بها المسجد المعروف بمسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى، كما قال الله تعالى في شأنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. مسجد قباء لما بناه صلى الله عليه وسلم واجتمع فيه المسلمون قبل أن يدخل المدينة، كان المنافقون حاولوا أن يبنوا مسجد الضرار ليصرفوا الناس عنه، وأرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه التصريح بالتلميح، فطلبوا منه أن يصلي فيه، فنزل عليه الوحي يحذره من مسجد الضرار هذا، ويبين له أن مسجد قباء هو المسجد الأول الذي أسس على التقوى، الذي هو أحق أن يقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألهم عن ثناء الله عليهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أفادوا باستخدامهم الماء للغسل وللتنقية وللمحافظة على الطهارة. ومسجد قباء هذا لفضله ومنزلته كان الرسول صلى الله عليه وسلم
يحرص على زيارته وعلى الصلاة فيه بعد هجرته. وكان عليه الصلاة والسلام يزوره كل يوم سبت، ويوم السبت لأنه في يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام لحبه لأصحابه يتفقدهم وينظر من الذي جاء ومن الذي لم يجئ، فيعرف بعض الذين تأخروا فيذهب في اليوم التالي وهو السبت إلى قباء لمقابلتهم وتفقد أحوالهم. ولمكانته كأول مسجد أسس على التقوى، رأى البعض أن الذي أسس على التقوى من أول يوم هو المسجد النبوي، ولكن هذه الرواية لا تتنافى مع الرواية الأخرى التي تقول إنه لما سئل عن أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم ضرب بكفه بحفنة من الحصى في المسجد النبوي وقال: هو مسجدكم هذا. ليس معنى هذا أنه المسجد النبوي وأن مسجد قباء ليس المقصود، بل المقصود أن المسجدين أسسا على التقوى من أول يوم. لا تنافي بين الروايات، لأنه عليه الصلاة والسلام حين قال وأشار إلى مسجده المسجد النبوي ورمى بحفنة الحصى فيه وقال: هو مسجدكم هذا، حتى لا يأتي من يقول بعد ذلك إن الذي أسس على التقوى ليس المسجد النبوي، فأراد أن يبين أنه أسس على التقوى من أول يوم، وأن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فلا تنافي بين الروايات. الحديث الذي معنا هنا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، قال: يا بني النجار، أخواله، ثامنوني، يعني اذكروا لي ثمن هذه الأرض. كان يركب ناقته، وكان الناس يتحوطونها ويمسكون بزمامها، كل يريد أن تقف الناقة أمام بيته، وكل يتمنى أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه، فيقول لهم: دعوها إنها مأمورة، أي إن الله تعالى أمرها وألهمها أن تقف في المكان المراد الوقوف فيه، حتى جاءت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري ووقفت. وهنا أخذ أبو أيوب المتاع وأدخله بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن المكان الذي اختارته الناقة ووقفت فيه إنما أوقفها الله تعالى فيه، فاختار أن تكون هذه البقعة المسجد، وأن يبنى فيها المسجد، وكان هذا اختيارا من الله بإلهام وأمر الناقة أن تقف في هذا المكان. وكان أبو أيوب سعيدا كل السعادة باستضافة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينزله في الطابق الأعلى في بيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر أن يظل في الطابق الأول ليكون في ذلك الراحة والسهولة له ولأصحابه ولمن يتردد عليه ولمن يزوره.
وكان يبعث بقصعة الطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين تعود يتحرى أماكن أكل النبي وأصابع النبي فيأكل فيها تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ثامنوني يا بني النجار بحائطكم أي بستانكم، وكان المكان لسهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. والقائل اليتيمان ووليهما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى حتى اشتراه منهما بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يدفع ذلك له، فأمر بقبور المشركين فنبشت أي غيبت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، وصف النخل قبلة المسجد أي في جهة القبلة، وقطع الشجر، وكان ذلك قبل تحريم قطع، لأن تحريم القطع جاء بعد ذلك، كان بعد الرجوع من خيبر، وأن المراد بتحريم القطع هو الذي يحدث بسببه إفساد، أما الذي يحدث بسببه إصلاح فلا يحرم. وما إن اشترى هذا المكان ورفض أن يعطوه إياه دون ثمن إلا وقام ببنائه، وقاموا يبنون، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يشارك معهم ويناول معهم الطوب والأحجار، وكانوا يرتجزون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، إلى آخر ما كانوا يرتجزونه. وأقيم هذا البناء، وإلى جواره أقيمت بيوت أزواج النبي التي كانت عبارة عن حجرات، وكانت هذه الحجرات في أول الأمر خارج المسجد، ثم بعد التوسعة أدخلت الحجرات. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسل جميعاً يدفنون حيث يموتون، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى وهو في بيت السيدة عائشة وفي حجرتها دفن فيها، وبالتالي أصبح الآن كما نرى أن القبر الشريف داخل المسجد. وفي هذا بيان بأن هذه البقعة المباركة التي شاء الله تعالى لها أن تكون هكذا انتقل إليها بعد أن كان في بيت أبي أيوب، وبنيت هذه الحجرات وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بعد ذلك. وهنا نشهد من أول لحظة بني فيها هذا المسجد كان مقرا للإسلام وللدعوة الإسلامية، ولم يكن فقط لأداء الصلاة فحسب، بل كان للصلاة، وكان لتلاوة القرآن وتعليمه،
وكان لتدارس العلم وتعليم العلم، وكان مركزا للشورى وللأمور الاقتصادية ولبحث الأمور الاجتماعية بل والحربية بل وإعداد الجيوش. كان هو كل ما يكون من الدولة، ما يسمى الآن بالوزارات والحكومات والتخصصات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك كان في المسجد. وهذا المسجد النبوي وهو حرم جعلت الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. كان المسجد النبوي منطلقا للدعوة، مقرا للشورى، مركزا لتجيش الجيوش، لبحث سائر أمور التي يحتاجها المسلمون. وفيه مكان أهل الصفة، وهم الغرباء والفقراء والذين لا مأوى لهم، كانوا يأوون إليه ويذهب إليهم طعامهم وشرابهم. وفيه تلك البقعة المباركة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث روي بمعناه في قول: ما بين قبري ومنبري، لأنه حين قال ذلك لم يكن قبرا وإنما كان بيتا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن بيته هذا أصبح بعد ذلك قبرا، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وقد لحق بالرفيق الأعلى وهو في هذا المكان فأصبح قبرا، لكن حين قال هذه المقالة وحين قال هذا الحديث كان بيتا له. فالرواية التي باللفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالعبادة فيها والصلاة فيها والتقرب إلى الله تعالى فيها يقرب صاحبه إلى الجنة، أو أن هذه البقعة فعلا تنقل إلى الجنة، وهي بقعة مباركة عظيمة تلك التي أشار إليها هذا الحديث، وهي توضح فضل المسجد النبوي. ولئن كانت مكة وكان مسجدها الصلاة فيه 100,000، فخصوصية للبلد الحرام والبيت الحرام، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، إلا أن المسجد النبوي يتميز وله خصوصية الروضة الشريفة التي بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، ولذا كان الصالحون يعتكفون فيها ويتقربون إلى الله ويدعون الله، حتى إن أحد الأعراب عندما قام أمام المواجهة الشريفة وقال: السلام عليك يا رسول الله،
لقد سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك أستغفر من ذنبي وأستشفع بك عند ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وانطلق الرجل لحاله، وكان على مقربة منه في الروضة الشريفة رجل عتبي يرى ما يفعل ويسمع ما يقول. أخذته سنة من النوم رأى فيها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا عتبي، الحق بأخيك الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. اللهم اغفر لنا وشفع فينا سيد المرسلين، بجاهه عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.